هو لا شك السامري احد الدجاجله، احد، والدجالون ترى كثر، انتم مو بس المسيح الدجال، الرسول صلى الله عليه وسلم يقول يكون بعدي 30 دجالا كل يدعي انه نبي، فالدجالون كثر سواء في زمان بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم او قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. فلا شك ان السامري من الدجالين، السامري احد هؤلاء الدجاجله، لكن ليس هو الدجال، خلنا نسميه الاكبر او الكبير الدجال هذا، لا ليس هو المسيح الدجال، لان المسيح الدجال اخبر عنه النبي بصفات، حذر منه نوح وحذر منه كل الانبياء، ولو كان هذا السامري في زمن موسى عليه الصلاه والسلام لكان موسى قتله، لكن ليس هو الدجال الذي يعني يكون في اخر الزمان، والعلم عند الله تبارك وتعالى.